راح تكون عن تصميم بعض الأنظمة باستخدام لغة الوصف الكيان المادي Additional System Design. من بعض الأساسيات Keyword Function. Keyword Function حقيقة يستخدم لإنشاء دالة في لغة الـ HTML. هذه الدالة ممكن استدعائها فيما بعد. الصيغة العامة للـ Keyword Function تكون بهاي الصورة: function بعدها function name، والparameter list تكون اختيارية، يعني ممكن أن الfunction ممكن يأخذ قيم parameters، ممكن أن يكون غير موجودة هاي الparameters. بعدها كلمة return إرجاع data type أو data type، نوع الإرجاع، نوع البيانات الراجعة is begin. وهنا يكون عندي sequential statements. إذا فقط ال sequential statements ال if ال select yes ممكن أكتبها هنا، يعني أي sequential statement ممكن أكتبها داخل ال function. حقيقة هذا example دي function F1، function F1 اسم الدالة F1 يأخذ الparameters بهذه الصورة A و B إثقالين A و B، نوعية integer، طبعا هذه عبارة عن constants، constant constant A و constant B نوعية integer. وعندي signal C std logic vector، هذه الparameters الإدخالات لهذه الدالة. return يرجع لي value من النوع boolean، boolean s، وهنا يكون عندي البضي للfunction. هذه الصيغة الخاصة بالfunction في لغة ال HDL. كتابة الفانكشن تكون عادة بين الاركيتكتشر والبيجن، بين الاركيتكتشر والبيجن اكتب الفانكشن واستدعيه بعد البيجن. الصوت واضح لكم طلاب؟ أستاذ هو كلش بعيد، نفس المحاضرة اللي فاتت. نعم نفس المشكلة. أي والله أستاذ. وباقي المحاضرات هم نفس المشكلاتكم؟ لا والله أستاذ طبيعية. نعم رح أحاول.
الطلاب الآن الصوت واضح؟ أستاذ هو شوية أفضل، لكن بعده يعني ما مثل المحاضرات السابقة طبيعي. نعم، نستمر إذن. راح ناخذ الأول سيستم تصميم ديجيتال فلترز. تعرفون الديجيتال سيجنال بروسيسنج، التطبيقات العديدة في الأوديو بروسيسنج، الفيديو والإيميج والكوميونيكيشن إلى آخره، كل هذه تمثلها باللينير تايم انفاريانت سيستم. ونعرف أنه اللينير تايم انفاريانت سيستم يعطى بهاي المعادلة summation ak y of n minus k يساوي summation bk x of n minus k، حيث ال y of n هي الإخراجات وال x of n هي الإدخال، وعندي ال bk وال ak هي الفلتر coefficients. معروفة الديجيتال فلترز للكل، فراح ناخذ تصميم الـ Finite Impulse Response Filter الـ FIR Filter. نعرف أن الـ Y of N يساوي Summation K من صفر إلى N BK X of N minus K. الـ BK يمثل الـ Filter Coefficients، وإذا أخذنا 4-tap Filter FIR Filter أي أن الـ N عندي 3، فراح نشوف هذا التمثيل باستخدام الدايركت فورم. يكون بهاي الصورة، عندي الإدخالات x of n، وعندي ال d تمثل الديلي element أو الستورج element، والحالات السابقة لل x على التايم سيريز x of n minus 1 x of n minus 2 x of n minus 3، وعندي المالتيبلايرز للكوفيشنتس، وعندي ايضا الاديشن اوبريتورز، ويعطيني الواي اوف ان اللي هو الاخراج للديجيتال فلتر. لو اجي اصم اخذ ال RTL representation لهذا الفلتر، او RTL معناها register transfer level، register transfer level، فراح اخذ الاكس، هذا الاكس يمثل لي الاكس اوف ان، وعندي كل ديلي اليمنت راح تمثل ب دي فليب فلوب ستورج اليمنت، كل كوفيشنت ممكن امثلها بكونستانت، coefficients للفلتر ثابتة فأمثلها بconstants، وعندي الملتيبلايرات تكون عندي عملية الضرب، والaddition عندي عملية الإضافة، أجمعها إخراج كل flip flop أضربها مع الكوفيشنت وأجمعها يعطيني الواي اللي هو الإخراج. فنجي نشوف هذه كيف نمثلها بالوصف بالـ HDL. فنحتاج إلى تعريف اللايبراريز الاي تربل اي، واحتاج الى الاس تي دي لوجيك اريثمتيك دوت اوم. هذا
باكج نحتاجه في حالة انه عندي signed numbers، تعرفون الكوفيشنتس ممكن تكون موجب وممكن تكون سالب. فراح اعرف الانتيتي اف اي ار تو از، احتاج الى متغيرين ان تمثل لي نمبر اوف كوفيشنتس، و ام تمثل لي نمبر اوف بيتس للاخراج والادخال، وكذلك للكوفيشنت. يعني كل كوفيشنت راح امثله بريجستر، وكل ادخال اكس راح يمثل بريجستر، والواي راح يمثلها بريجستر. فاحتاج الى متغير يعطيني النمبر اوف بيتس لكل هذني الريجسترات، فهذا المتغير ام راح تكون عندي يعطيني عدد البتات في كل ريجستر. واحتاج الى متغير يحمل لي النمبر اوف كوفيشنتس، راح يكون راح اسميه n. البورت راح تكون عندي اكس n نوعيه الساين وعدد بتاتا من m minus 1 down to 0، اذا هي يساوي راح يساوي m. وكلوك وريسيت، والواي اللي يمثل لي الاوتبوت ايضا من الساين. عدد بتاتا راح تكون 2m minus 1 down to 0، يعني ضعف عدد بتات بالنسبه لي الادخال، يعني عندي عمليه ضرب مع الكوفيشنت فاحتاج الى عدد بتات اكثر في الاخراج. جزء الاركيتكشر راح اعرف انواع جديده. النوع اللي عرفه ريجستر، الريجستر هذا النوع راح يحمل القيم الوسطيه. فنرجع الى الرسم، الريجستر راح يحمل هاي القيم، قيم الاكس اكس register of 2, register of 1, register of 0 أو الـ delayed version من الـ X. هذا النوع تايب الأول registers is array n minus 2 down to 0. وأيضا يأخذ عدد البتات مساويا لعدد البتات بالنسبة للإخراج والإدخال وكذلك الكوفيشن. وأحتاج إلى تايب آخر مصفوفة كوفيشنتس يحمل لي قيم الكوفيشنتس، عددها هي n وعدد بتاتها أيضا m. فهذه راح يعرف لي مصفوفة بهاي الصورة يحمل قيم الكوفيشنت، كل واحدة منها كل رو من المصفوفة راح يحمل كوفيشنت واحد. احتاج اعرف ريجستر سيجنال ريجستر نوعية ريجسترز راح يحمل هذا التايب. واحتاج الى كونستانت، كونستانت كوفيشنت راح يحمل هذا التايب كوفيشنتس، واعطي قيمها بما انه كونستانت فاعطي قيم الكوفيشنتس للفلتر اللي عندي. فهذا القيمه الاولى سي 0 سي 1 سي 2 وسي 3. راح نبدأ الاركيتكتشر begin
البروسيس كلوك وريست. هنا راح احتاج الى two variables، الى product. احنا في كل مرة نحتاج انه اضرب قيمة الاكس في الكوفيشن، فهذا راح اخزنه في هذا الفاريبل البرودكت. وبالنهاية كل ما اضرب قيمة اكس للكوفيشن اجمعها مع القيمة السابقة، فلهذا احتاج الى متغير اكوميليتر يجمع هاي القيم، فراح اسميه اي سي سي او اكوميليتر اختصارا لاكوميليتر. كل ما اضرب اكس في كوفيشنت اجمعها مع الاكوميليتر. بالنسبه للبرودكت والاكوميليتر راح يكون عدد بتاتا مساويا لعدد بتات الاخراج. يعني إذا كان عندي عدد البتات في الإدخال 4 على سبيل المثال، في الإخراج راح يكون عندي 8، وبالنسبة للأكوميليتر والبرودكت أيضا راح يكون عندي 8. راح نبدي هذا البروسيس، بيجن لهذا البروسيس. أول جزء عندي هذا الجزء هي الريسيت لتصفير الفلتر. في بداية التشغيل أحتاج إلى تصفير قيم الريجسترات داخل الفلتر، فكل ما يجيني إشارة ريسيت if reset 1 then راح أبدي بلوب بالنسبة لي الأسطر الآي للأسطر والجي للأعمدة. الريجستر of I و J هذه هي قلنا أنه الريجستر هي one dimension by one dimension array. هذه تمثل لي ال I أو الأسطر، وهذا الاتجاه تمثل ال J أو البتات. ففي حالة الريجستر هاي العملية راح يصفر كل البتات في الريجستر. راح نستمر في كتابة الكود. إذا كان الريسيت صفر فمعناه راح يبدي عملية الفلترة. عملية الفلترة حقيقة راح نوصف هذا الشكل. بالبداية أحتاج أن الأكوميليتر هو اللي يعطيني قيمة الأوتبوت للفلتر، أعطي قيمة الكوفيشنت 0 في إكس. هذا جزء، هذا راح يخزن في الاكوميليتر. هذا اكس عندي مضروبا في الكوفيشنت اوف زيرو. الباراميتر الاول للفلتر مضروبا في قيمه اكس. وبعدها احتاج الى فور لوب لكل هذه القيم او لكل التابس بالنسبه للفلتر. فالفور لوب راح يبدي عندي من الواحد إلى n minus 1. حقيقة هذا يعطيني summation من ال n تساوي 1 إلى n minus 1. وعندي الصفر أساسا جمعناها في السطر الأول. هنا كل مرة أحتاج إلى
أنه أخزن قيمة الإشارة للأكوميليتر، فهذا المتغير ساين راح يساوي accumulator of 2 في m minus 1، معناها راح ياخذ من الأكوميليتر البت الأخير اللي هي تمثل الإشارة هل هو موجب أو سالب، والبرودكت البرودكت راح ياخذ الكوفيشنت اوف اي مضروبا في ريجستر اوف ان ماينس 1 ماينس اي، يعني راح يكون هنا ويتغير، هذه راح يعطي هذا الجزء اذا كان الان 1، اذا كان الان 2 يعطي هذا الجزء، إذا كان الـ n 3 يعطي هذا الجزء، وكل مرة أجمع هاي القيمة مع الأكوميليتر، فالأكوميليتر راح يساوي الأكوميليتر زائدا برودكت. إلى هنا ينتهي عملية الفلترة. بقت عندنا الـ overflow check. في حالة الـ overflow، تعرفون الاوفر فلو من اضرب عدد في عدد اخر قد يكون الناتج كبير، يعبر حدود هذا الريجستر، فانا لازم اشيك هاي الحاله، فراح اقارن هذا البت اللي اخذناه الساين اقارنه مع الساين للبرودكت إذا كان متساوي مع الساين للبرودكت، وفي نفس الوقت لا يساوي الأكوميليتر ليفت، يعني الساين للأكوميليتر الحالي أو القيمة النهائية للأكوميليتر، في هاي الحالة راح أعرف أنه عندي صار أوفر فلو، ولهذا لازم في حالة الأوفر فلو أرجع الأكوميليتر إلى حالة الأوفرفلو بهذا الشكل، راح يكون عندي هذا الجزء هذا العنصر بالنسبة للأكوميليتر البت الأول راح ياخذ قيمة الساين، وباقي البتات راح ياخذ مقلوب قيمة الساين، يعني إذا كان هذه صفر عندي البقية واحدات، من يظهر عندي هذه النتيجة معناها حصل عندي الأوفرفلو. وراح انهي الاف وانهي اللوب، وبالاخير الريجستر ككل راح يكون عندي قيمة الاكس concatenated مع register of n minus 2 down to 1، هذه راح يكون عندي تشبيه في القيم register كأنه، وبالاخير قيمة الواي اللي هو الفلتر اوتبوت راح يساوي الاكيوميليتر اللي هو هذا القيمة. هذا فيما يتعلق بتصميم الديجيتال فلتر بلغة الوصف الكيان المادي او VHDL. اي سؤال عندكم طلاب قبل لا انتقل إلى الجزء الثاني؟ إن شاء الله واضح أستاذ مرسول. السيستم الآخر اللي راح ناخذها النيورال نتورك، أنتم دارسين النيورال نتورك؟ خلال دراستكم طلاب دارسين النيورال؟ لا أستاذ ما كمرت علينا. هو أحد التقنيات المهمة في الماشين ليرنينج أو السيجنال بروسيسنج بشكل عام،
artificial neural network او الخلايا العصبيه الاصطناعيه، اللي هي تمثيل للخلايا العصبيه الحيويه الموجوده في دماغ الانسان. وطبيعتها انه هي تكون parallel. لهذا في لغات البرمجه الباقيه يعني تصميمها او تنفيذها قد يكون صعب نوعا ما. بالنسبة لبرمجة الهاردوير، أو خلينا نقول أنه مناسب جدا في برمجة الهاردوير، النيورال نتورك بشكل عام يحتوي على input. إذا أخذ نيورون فقط يعني خلية عصبية، أو خلينا نرجع للخلية العصبية الحيوية للإنسان، يتكون من إيش؟ يتكون من الشجيرات العصبية اللي تمثل الإدخالات، وأيضا سيل بودي أو جسم الخلية، ويوجد أيضا محور أو الأكسون يمثل الإخراج. في دماغ الإنسان يوجد الملايين من هذه الخلايا المترابطة بهذا الشكل. الميزة بالنسبة لهذه الخلايا أنها ذاتية التعلم، تتعلم من الأمثلة. أو والخلايا العصبية الاصطناعية هي تمثيل للخلايا العصبية الحيوية. أيضا أخذنا أنه عندي إدخالات X1 إلى X3 تمثل الشجيرات، وعندي النيورونز الدوائر هذه أو الأكتيفيشن فانكشنز تكون تمثل جسم الخلية، وعندي الإخراج تمثل المحور أو الأكسون. علاقة الإخراج مع الإدخال تتم من خلال الويتس W، فصلا نسميه W، اللي تمثل السينابتيك جابس الموجودة بين في خلال هذه النقطة، يعني مرحلة الترابط بين المحور والشجيرات. عندي هنا يوجد فراغ، هذا الفراغ تتأثر بالعوامل الكيميائية تكون مختلفة لكل إدخال. فهذا نمثله في الخلايا العصبية الاصطناعية بالويتس W. حقيقة يوجد تطبيقات كثيرة، منها الكلاسيفيكيشن، التصنيف، الريكوجنيشن، التعرف على الفيس ريكوجنيشن، التعرف على الوجوه. السيستم ككل يتعلم من الأمثلة. أدخل مثال، قد يكون صورة وجه. فالسيستم من خلال عملية تسمى باك بروبيجيشن يغير هاي القيم، يغير الويتس بالطريقة أنه يحمل معلومات للإدخال، لذلك تتعلم الفيتشرز أو المزايا للإدخال. الإدخال قد تكون صورة أو أي شيء آخر، ممكن أوديو أو فيديو إلى آخره. فهذه مقدمة مبسطة عن النيورال نتورك. إحنا راح ناخذ تصميم هاي الخلايا من خلال أو هاي الشبكات من خلال الـ HDL.
فعندي هذا التصميم الـ RTL أو نسميه Ring Architecture للخلايا العصبية الاصطناعية بالـ ANN أو الـ Neural Networks، راح يكون عندي في هذا التصميم Shift Register Horizontal. تحمل قيم الإدخالات X1, X2, X3 إلى آخره، وشيفت ريجستر آخر أو ريجستر آخر Vertical تحمل قيم الويتس الأوزان. وعندي هذا الجزء، لو نرجع إلى الرسم يعطيكم توضيح أكثر. هنا قيمة الـ Y1 راح يساوي قيمة الـ Y1، لو أجي أخذها راح يساوي X1 مضروبا في W11 زائدا X2 مضروبا في W21 زائدا X3 مضروبا في W31. إذن عندي production مع قيمة و accumulation، ولهذا احتاج هنا الى product and accumulate circuit. فهذا الجزء، هذا الجزء راح يضرب لي قيمة الـ X3 مثلا مع من؟ مع الـ W13. هذه القيمة راح يضاف الى الـ accumulator بهذه الصورة. هذا الأكيوميليتر راح يرجع ينجمع مع قيمة البرودكت. هذا السيركت أسميه برودكت أكيوميليت سيركت. فالمطلوب مني الآن أنه أكتب برنامج بلغة HDL لوصف هذا التصميم. فأحتاج إلى Libraries، أحتاج إلى Arithmetic، لأن راح أستخدم Signed Numbers. في جزء الـ Entity راح أحتاج إلى Variable N يحمل لي Number of Neurons عدد الخلايا. هذه السيركت عندي كم خلية فيها، كم نيورون، كل واحدة من هذه الدوائر نسميه نيورون 3، فالـ N راح يساوي 3. وأحتاج إلى متغير آخر M. M هي number of inputs or weights per neuron، عدد الإدخالات. ممكن عدد الإدخالات يكون أكثر، ممكن يكون هنا عندي X4 يعطي بهذا الشكل، أو X5 أيضا يعطي بهذا الشكل. ذلك يزداد عندي عدد الإقالات وبالتالي عدد الويتس. فالـ M راح يحمل number of inputs ونفس الوقت الويتس، لأن number of inputs يساوي number of weights. وأحتاج إلى متغير آخر B يحمل الـ number of bits، يعني كل input أو weight حتى الـ output راح يكون مخزونة داخل register. هذا الريجستر لها عدد البتس، عدد البتات. فهذا البي راح
يخزن عدد البتات في كل ريجستر. وفي البورت راح أعرف الإدخالات X1, X2, X3 كل واحدة in من النوع signed وعدد بتاتة ب minus 1 down to 0 يساوي b, عدد بتاتة يساوي b. وال W weights, هاي ال weights ايضا راح يكون عندي n signed b minus 1 down to 0. وعندي الكلوك وعندي تيست اخراج للفحص register test output مجرد لفحص قيم الريجستر. والواي 1 واي 2 واي 3 هي الاخراجات. وعدد بالتات احنا نحتاج الى 2 بي بت ضعف عدد ال في جزء الاركيتكشر راح اعرف ويتس array او تايب اخر اسمه ويتس is array قيمها npm من 1 الى npm. نعرف ان ال n هي number of neurons وال m number of inputs. فكم ويت عندي راح يكون؟ راح يكون عندي الويتس هنا npm فاحتاج مصفوفه يحمل كل الويتس. واحتاج مصفوفة اخرى يحمل للانبوتس من 1 الى m عندي m input وايضا عندي m output فاحتاج الى مصفوفة اخرى outputs راح اسميه is array 1 to m وعدد بتاتة قلنا انه يكون ضعف عدد البتات بالانبوت. process clock و w x1 x2 x3 هي بداية البروسيس وراح أعرف variables داخل البروسيس. variable weight يحمل لي الويتس و variable input يحمل لي الانبوتس والoutput يحمل لي الoutputs وأحتاج variable product و accumulator ايضا هذا الفاريبلز مشابه لما اخذناه في الاف اي ار فلتر. وفاريبل اخر ساين لغرض قلنا انه اشيك هل حصل اوفر فلو او لا بالنسبه لعمليه الضرب. هذا الجزء Shift Register Inference مع الكلوك راح أدخل قيم الويتس إلى داخل مصفوفة الويت. هذا المصفوفة كل ما يجيني كلوك يأخذ من الخارج قيمة الويت وكل مرة يخزن ويعمل تشفيت إلى أن أنتهي من إدخال جميع الويتس إلى النيورال نتورك. هذا الجزء جزء الانيشياليزيشن. في الانيشياليزيشن راح ياخذ الادخالات من خارج السيركت x1 x2 x3 ويحملها الى مصفوفه الانبوتس. راح يكون عندي اول وثاني وثالث بت في مصفوفه الانبوتس.
و multiply and accumulate راح اعمل for loop for i in 1 to n loop لكل النيورونز. راح ابدي مع كل النيورونز n اذا كان واحد النيورون الاول الى ال n. في النيورون الاول راح ابدي اصفر الاكوميليتر، الاكوميليتر راح يساوي عدد صفر، يعني كل البتات بالنسبه للاكوميليتر راح يكون صفر، وهذا الجزء راح ابدي بضرب قيم الانبوت، قيم الانبوتس مع جميع الاوزان. هذا الفور جاي ان 1 تو ام لوب، ام عدد الويتس او عدد الانبوتس، فقيمه البرودكت راح يكون انبوت اوف جاي مضروب في ويت ام في اي ماينس 1 بلس جاي. الويتس راح يكون عندي مخزونه على شكل مصفوفه 1 دايمنشن. هذه الاحداثيات راح يتعرف على كل انبوت وما يقابلها من الويتس بهذه الصوره، وايضا راح اسحب من الاكوميليتر قيمه الاشاره الساين راح يساوي الاكوميليتر اوف اكوميليتر ليف، وايضا راح اكتب الاكوميليتر يساوي اكوميليتر زائدا برودكت. اي هذا الجزء راح يجمع كل مره يضرب قيمه الاكس في الويت يخزنها وياخذ قيمه الويت الاخر مع الادخال الاخر ويضربها ويجمعها مع الاكوميليتر. بالنسبه للاوفر فلو فلتر نفس الطريقه، اذا حصل عندي اوفر فلو وايضا الاوتبوت اوف اي راح يساوي قيمه الاكوميليتر، بالتالي كل مره في كل مره راح يكون عندي الاوتبوت 1 مثلا يساوي قيمه الاكوميليتر، ال2 راح يساوي قيمه الاكوميليتر وهكذا. باختصار هذا اللوب، هذا اللوب ال1 هي لوب ل النيورونز، يعني ياخذ النيورون الاول ويدخل ال2، ال2 ياخذ الويتس بالنسبه لهذا النيورون ويقوم بضربه بالادخالات ويستمر العمل الى ان انتهي من كل النيورونز. في النهاية راح يكون عندي الإخراج y1 y2 y3 ياخذ من الاوتبوتس القيمة الأولى والثانية والثالثة بهذه الصورة، وأيضا عندي التست راح ياخذ من الويتس n في m of n في m. هذا الجزء حقيقة هي فقط لعمل فحص لقيمة الويت، أي سؤال طلاب؟ واضح إن شاء الله أستاذ. نعم، هذا كان موضوعنا لحضرة اليوم. قدمنا نظامين الـ FIR filter والـ Neural Network وتعرفنا على تنفيذها باستخدام HDL.
إذا عندكم أي شيء آخر طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم انتهى. إذا عندكم أسئلة بالنسبة لهذه المحاضرة أو لباقي المحاضرات. ظهر ماك أستاذ. نعم، الآن إن شاء الله نلتقي يوم الخميس في مختبر الـ HDL. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ.